بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا حلقة جديدة في برنامج في بيتنا مدرسة، وإن شاء الله هنتكلم في حلقتنا النهاردة على جزء مهم جدا، وده هيخص زملائنا الأفاضل من أعضاء هيئة التدريس، وهيخص قطاع كبير من أبنائنا الطلاب. ده لأن كلامنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه على منظومة تم تطبيقها في مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة، سواء كانت الزراعية منها بوجه الخصوص لأن احنا بنتكلم على التعليم الزراعي، وأيضا مدارس التعليم الصناعي ومدارس التعليم التجاري ومدارس الفندقية. هي عبارة عن منظومة الجدارات، ودي منظومة تبنتها وزارة التربية والتعليم لأن لقيت إن المنتج أو البرودكت النهائي الخريج اللي عندي أصبح مجموعة المهارات اللي بيتلقاها طبقا للنظام القديم لا تواكب متطلبات سوق العمل، وبناء عليه اتجهت الوزارة وبرعاية الدولة بصورة عامة لتغيير جذري في منظومة المناهج اللي موجودة لمدارس التعليم الفني المختلفة، للارتقاء بنوعية الخريج اللي عندي. الطالب بتاعي عايزين النوعية بتاعته تكون أو مجموعة المهارات اللي بياخدها بتكون بشيء أعلى من التركيز، يعني هنركز على الجانب المهاري أكتر من الجانب النظري، وده عشان نطبقه بصورة جيدة لازم يكون في حاجة تعريفية هنتكلم فيها مع بعض، وده هيخص الأخوة الزملاء وأبنائنا الطلبة. إيه اللي هيتم ما بين الاتنين؟ ده هيبقى مطلوب منه ايه، وده هيكون مطلوب منه ايه، الطالب هيكون مطلوب منه ايه يعمله، والزميل اللي موجود اللي هيكون في مدرسة من المدارس اللي بيطبق فيها منظومة الجدارات ايه المنظوم او المطلوب منه ان هو يعمله. احنا بالفعل في العام الدراسي القادم ان شاء الله اللي هو عام 21/22 هيبقى عندي اول طلبة تصل للصف الثالث في المدارس اللي تم فيها تطبيق المنظومة في العامين الماضيين. يعني عندي انا النهاردة في عندي بعض الطلبة او بعض المدارس اصبحت في عندي خريج هيكون في العام الدراسي القادم ان شاء الله من ضمن الطلبة اللي حازوا على البرنامج التدريبي الخاص او المنظومة الجديدة اللي هي منظومة الجدارات في العامين الدراسيين الصف الاول والصف الثاني، وان شاء الله في العام الدراسي المقبل هيكون ابنائنا دول في الصف الثالث، واخواننا الزملاء اللي موجودين في هذه المدارس تلقوا مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية اللي تمت برعاية وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير التعليم الفني. التقينا معاهم أكتر من جلسة تدريبية بالتعريف بالبرنامج وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، وإيه الفرق ما بينه وما بين النظام القديم، عشان نعرف عشان أشتغل على نظام جديد لازم أعرف إيه هي سلبيات النظام القديم اللي عندي عشان أقدر أعرف أبين، عشان أبين جودة الجديد ببين العيوب اللي موجودة في القديم وإزاي إن أنا أقدر أتلافاها في النظام الحديث. وإحنا إن شاء الله النهاردة يعني هنحط الموضوع ده تحت الميكروسكوب شوية وهنبدأ نوضح الكلام ده. يمكن أنا هيكون كلامي موجه للزملاء اللي المدارس إن شاء الله بالنسبة لهم هيتم فيها تطبيق هذه المنظومة في العام المقبل بإذن الله تعالى، وأيضا في بعض المدارس أو بعض الزملاء في المدارس التي طبق فيها النظام بالفعل في بعض الزملاء لم يخضعوا للبرنامج التدريبي، وده إن شاء الله طبقا لخطة الوزارة إن شاء الله ممكن يتم تدريبهم في هذا العام بحيث أن يكون عندي جميع العاملين في هذه المدارس تم تدريبهم على هذه المنظومة، ودي منظومة كلها أمل لأن خريجين بتوعنا بيكون في هذه المرحلة تلقوا كمية كبيرة من البرنامج التدريبي، وهنشوف مع بعض ايه الفرق ما بين النظام القديم وايه النظام الجديد، ده ايه المتطلبات بتاعته وهنشتغل عليها ازاي، وده ايه المتطلبات بتاعته وكان فيها ايه ومميزاتها ايه. نيجي نبص مع بعض ونشوف. اول حاجة هنتكلم يعني احنا يمكن هنكون بشيء باكثر تخصص، هنتكلم على
برنامج اسمه برنامج فني انتاج الحصلات البستانيه، وده احد البرامج او احد الاطر الخاصه في المنظومه الجديده. بس قبل ما نتكلم فيها بشيء من التفصيل الخاص بتخصص انتاج الحصلات البستانيه، عايزين نعرف مع بعض المنهج القديم اللي كنا بندرسه لاولادنا في مدارسنا كان عباره عن ايه. المنهج القديم كان عبارة عن مجموعة من الخبرات المتعلم عندي كان بيكتسبها إما داخل المدرسة أو خارجها. يبقى المنهج طبقا للمنظومة القديمة كان عبارة عن مجموعة من الخبرات كان المتعلم بيتلقاها أو بيكتسبها داخل أو خارج المدرسة. وكان المنهج القديم بيتميز بأن احنا بنهتم بمشاركة الطالب، وكنا أيضا بندخله في مدارس التعليم الفني بتاعتنا في مجموعة من الأنشطة سواء كان داخل الفصل أو خارجه. وكنا بشيء من الرغبة لتحسين نوعية التعليم بنسعى إلى جودة التعليم بتاعنا. بس هنا كانت مجموعة المعارف اللي الولد بيدرسها أو المتعلم عندي بيدرسها داخل المدرسة ومجموعة التدريبات اللي كان بيتلقاها كانت مهياش بالقدر الكافي اللي كان بيثقل مهارات أبنائنا على إنتاج أو منتج جيد، أو المناهج بتاعتي كانت مناهج قديمة وعملية التطوير فيها كانت عملية صعبة. يعني أنا كنت هنا أنا بتكلم على كتاب، الكتاب ده كان بيحتوي على مجموعة المعارف ومجموعة المهارات اللي الولد هيدرسها، ويمكن كان بعضنا بيلاقي في بعض المشاكل داخل هذه الكتب وكان تغييرها بالنادي بيه أكتر من مرة، بنقول الجزئية دي قديمة، الأصناف دي في نباتاتنا قديمة وعايزين نغيرها، المعلومات دي قديمة، المنتجات دي أصبحت غير موجودة، لو أنا بتكلم على نوعيات أسمدة أو نوعيات مبيدات بقول الحاجات دي ما عادتش موجودة، احنا عايزين نجيب الحاجات الجديدة اللي موجودة. يمكن كان بيبقى في صعوبة في تغيير، أما المنظومة الجديدة بيتم فيها تغيير المقررات بمنتهى السهولة جدا. الموضوع بمجرد ان بيستحدث شيء بيتم تطويره وتعديله بشيء من اليسر، وهنعرف ايه هي الاليات اللي بيتم بها التعديل وليه بيتم التعديل وبيتم التعديل ازاي لما نتكلم عليها بشيء من التفصيل. لو جينا نقول ايه هي اهم معايير العامل الجدير، عشان اقول العامل اللي عندي عامل جدير في مجموعة من المعايير هي اللي خلتني أبدأ في تطوير المنظومة الجديدة. أول حاجة إن بيتم تمكين الطالب من المهارات الفنية. يعني إيه الكلام ده؟ تمكين الطالب من المهارات الفنية من اسمها أنا يهمني إن المتعلم اللي عندي، أنا بقول أنا عندي عامل فني جدير، يعني بيتميز بخضوعه لبرنامج تدريبي بيثقل فيه مجموعة من المهارات بشكل جيد. ده مش كده وبس، ده كمان ان الخريج اللي عندي بيستطيع إدارة عمليات العمل، يعني هو ما بيشتغلش لوحده، الخريج اللي عندي ده بيشتغل في احنا بنتكلم برضو بالنسبة للبساتين بصورة خاصة، بيشتغل ضمن فريق عمل، ما هوش بيشتغل بصورة فردية. فيجب هنا احنا بنعلمه وبيتعود معانا ازاي يتعلم كيفية إدارة علاقات العمل، وكمان ازاي يعمل علاقات ناجحة بينه وبين زمايله وبينه وبين المهندسين اللي هو شغال معاهم وبينه وبين العامل اليدوي اللي شغال معاه، بحيث ان في النهاية لما منظومة العمل بتكون تمت بشكل جيد في النهاية هيبقى المردود علينا بشكل جيد. وكمان من ضمن المهارات اللي بيتعلمها معانا المشاركة في تنظيم العمل والمسؤوليات الاجتماعية والبيئية، ازاي نحافظ على بيئته ويحافظ على نفسه. يبدي اهم المعايير اللي كانت بتوضع في الاعتبار في العامل الجدير. طيب لو جينا نبص احنا كان زمان المناهج بتاعتنا مين اللي كان بيحطها؟ اللي كان بيحط المناهج عندنا زمان كانت المتخصصين في وزارة التربية والتعليم او خبراء المناهج واساتذة الكليات التربية، لكن في المنظومة الجديدة باختلاف نوعياتها بيتم مشاركة اصحاب المهن وبيتم مشاركة أعضاء هيئة التدريس وبيتم عندي أيضا مشاركة أساتذة الجامعات.
يبقى هنا المناهج الجديدة أو مناهج الجدارات دخل عندي هنا ثلاث عناصر أساسية أو ثلاث عناصر بيتم إشراكهم في إنتاج هذه البرامج. يبقى البرامج المبنية على الجدارات بيتم عندي استدعاء خبراء المهنة اللي هم الناس اللي همهم أبنائنا الخريجين. ما هو الخريج دوت أنا عايز ألحقه بسوق العمل، فأنا بيجي صاحب المهنة أو صاحب سوق العمل بيجي يقول لي أنا محتاج مجموعة من المواصفات المعينة في الولد اللي أنا أو المتعلم عندي، عايز فيه مجموعة من المهارات، محتاج فيه مهارة كذا وكذا وكذا وكذا، بيطرح مجموعة المهارات وبيبدأ هنا تم إشراك المعلمين. ودي اللي كانت لأول مرة في إعداد المقررات الدراسية، لأن المعلم هو اللي هيكون منوط به تدريب الطالب على المهارات العملية المختلفة، وأيضا بيكون عندي بيتم تنظيم هذه المعلومات في ضوء المعايير التربوية من خلال أساتذة الجامعات وخبراء المناهج. يبقى المنهج في المنظومة الجديدة ما كانش بيتم في مكان منعزل، لا ده كان بيتم في ورش عمل. ورش العمل ديت كان بيشارك فيها مجموعة كبيرة من أصحاب المهن اللي هم أصحاب سوق العمل، اللي هم في النهاية الخريج بتاعنا هيلتحق عندهم بالأعمال لديهم، والمعلمين وأيضا أساتذة الجامعات وخبراء المناهج. طيب الجزء المهم عندي دايما تم التظافر هذه الثلاثة جهود. طيب كلمة جدارة يعني ايه؟ كلمة طالب جدير، الطالب بيكون عندي في المنظومة دي طالب جدير لما يكون اصبح قادر على اداء المهارة بصورة جيدة طبقا لمستوى اداء محدد وموضوع في مكان وظروف العمل. بمعنى ايه؟ الطالب اللي عندي بيكون مطلوب منه مهارة معينة بيأديها. أنا الناس اللي تم إشراكها في وضع البرامج التدريبية الخاصة بالطلاب في منظومة الجدارات حطوا لكل جدارة اللي هي كل مهارة عملية الولد عندي أو المتعلم عندي هيدرسها مجموعة من الشروط والمعايير اللي بتحكم تنفيذها، بحيث إن لو أنا قدرت أعملها ان الولد عندي انا هدربه عليها، لو هو عملها بالشكل اللي موضوع يعني هيبقى عندي معايير بتحكم سلوك المتعلم في تنفيذ المهارة، يعني الخطوات بتاعتي بتكون متحددة ومعيار الاداء بتاعي بيكون متحدد. هو عشان يجتاز هذه المهارة بيجتاز المهارة طبقا للمعايير المحددة. يبقى انا عندي الوحدة الدراسية بتاعتي زي ما هنشوف بعد شوية بيكون محدد كل المهارات العملية محددة، وايضا محدد داخل هذه الوحدات ما هي المعايير اللي بيتم الحكم فيها على الجدارة بتاعة الطالب وازاي بيكون هو جدير. طب الطالب اللي عندي او المتعلم اللي عندي عشان يكون متعلم جدير وبيحوز على قدر من المهارة العملية عشان ينفذها بشكل جيد، في ثلاث حاجات بيكون بيتظافروا مع بعض لإنتاج العامل الفني الجدير، أو بيتظافروا مع بعض أو بيتداخلوا مع بعض لتكوين وتشكيل الجدار. أول حاجة المعارف. أنا ما عنديش حاجة ممكن المتعلم عندي يعرفها من غير جانب معرفي، لازم يبقى عارف الحاجة ديت هو هيعملها ازاي ويعملها ليه وإيه هي الخطوات الجيدة لتنفيذها والمعايير اللي بنحكم بيها على عملية التنفيذ. بيكون أيضا عندي بقى الخطوات العملية اللي بيتم اللي هي خطوات الأداء العملي اللي هي المهارية، الجزء المهاري. يبقى عندي جزء معرفي وعندي جزء مهاري وجزء مهم جدا هو الجزء السلوكي. ما أنا برضو وأنا هنا لما بتكلم على جدارة بتكلم على عامل فني بيأدي عمل داخل منظومة يهمني في المقام الأول إن أنا أحافظ عليه ويحافظ هو على البيئة اللي هو شغال فيها. فأنا هنا بديله أثناء الدراسة أو بيتعلم معايا أثناء دراسته حاجة اسمها معايير الصحة والسلامة المهنية. أنا بعلمه أنه هو يحافظ على نفسه ويحافظ على بيئته. هو وهو بيأدي المهارة بياخد جزء الأمان بتاعي، أن أنا بحافظ عليه، أن أنا حافظ على أجزاء جسمه سليمة ما بيتعرضش لمشاكل، ما بتعرضش للأمراض، بياخد الأدوات الوقائية اللي بتقي أجزاء جسمه المختلفة سواء من الملامسة أو الأجزاء الميكانيكية للآلات،
بمختلف انواعها، انا بعلمه هنا سلوك. يبقى الطالب او المتعلم عندي هياخد معرفه وهياخد مهاره وهياخد سلوك، والتلاتة مع بعض لما بيتشكلوا مع بعض بيتم تعاونهم مع بعض لتشكيل المهارة أو تشكيل الجدارة للطالب. طب هل المنظومة دي إيه الأساس اللي تم بناءها عليه؟ هنلاقي أول حاجة كل طالب ممكن يؤدي المهمة أو المهارة بتاعتي على درجة من الكفاءة إذا تم إتاحة فرصة له من البرنامج التدريبي. طيب دي هنا جزء احنا بنتكلم عليها، حاجة اسمها الفروق الفردية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل الطلاب بتاعنا، طالب اللي عندي كلهم بلا استثناء بيكونوا قادرين على انجاز كل المهارات بتاعتي بنفس الدرجة من الكفاءة. كل متعلم في النهاية هيبقى قادر على انتاج جميع المهارات بتاعتي، بس كل واحد فيهم هيتعلم المهارة على حسب خطوة ذاتي. بمعنى ايه؟ انا هعلم الولد مهارة، في بعض الاولاد هيستجيبوا للمهارة ديت من اول مرة تدريب، وبعض منهم هيحتاج مرتين او ثلاثة تدريب. يعني انا هفضل، يبقى هنا الفلسفة اللي قامت عليها منظومة الجدارات ان كل متعلم يستطيع الوصول الى حد التمكن، يعني اعلى درجة من درجات الاتقان الخاصة بالمعايير اللي تم تحديدها للمهارة اذا تم اخضاعه للبرنامج التدريبي بصورة جيدة. يبقى انا هعلمه، هنتعلم مع بعض في خلال البرنامج بتاعنا مجموعة من المهارات. أنا زميل هيكون مدرب، هنا يمكن لأول مرة بدأ المصطلح ده يدخل في نطاق التربية والتعليم، إن معلمي التعليم الفني بجانب جزءهم أو جانب شغلهم الأصيل كمعلمين بدينا نقول إن هو هيكون مسؤول عن تدريب الطلاب على المهارات العملية اللي هيتم تدريسها لأبنائنا الطلاب داخل الوحدات اللي هيتم دراستها. يبقى أول حاجة يمكن لكل متعلم أن يؤدي أي مهنة أو أي مهمة على درجة من الكفاءة إذا أتيح له مستوى عالي من التعليم. يعني كده أسقطنا الموضوع أو إزاي، أو أن الولد هيصل لدرجة التمكن أو درجة المهارة لما يتعلم بشكل جيد. كمان هيبقى عند الولاد عندهم فرصة ان هم يتعلموا اكتر من مرة، عنده فرصة انه يلتحق ببرنامج التدريبي دوت اكتر من مرة، سواء كان الولد معدل استيعابه سريع او معدل استيعابه بطيء او معدل استيعابه متوسط. في عندي فروق موجودة بين المتعلمين في اداء المهنة بسبب اخطاء تحدث في بيئة التعلم مش مشكلة عند الولد. يعني لو حصل عندي خطأ أثناء تنفيذ المهارة العملية يبقى أنا بأبدأ أعيد تدريب الطالب بتاعي أو المتعلم بتاعي على المهارة مرة تانية، وبناء عليه سيتم اجتياز جميع الطلاب لجميع المهارات المخصصة للطالب خلال المنظومة الخاصة بالجدارات. يعني معنى كده ان عندي كل الاولاد اللي عندنا هيكونوا ان شاء الله خريجين على درجة عالية من الكفاءة اذا احنا كزملاء او احنا عاملين او احنا كعاملين في قطاع التعليم الفني وفرنا لابنائنا المستوى العالي من التدريب اللي هيمكنهم من الحصول على المهارات بشكل جيد. طيب ايه هي اهم الجدارات الفنية الخاصة أو العامة أو الخاصة بالمواد؟ كلمة جدارة فنية عامة وجدارة خاصة، في عندي جدارة خاصة بالمهنة، وإحنا لما بنتكلم على مجال إنتاج الحاصلات البستانية أنا عندي مجال فني إنتاج حاصلات بستانية، فالمتعلم عندي هيدرس عندي مجموعة من الوحدات الدراسية اللي هتمكنه إن هو يكون عامل فني في مجال الحاصلات البستانية. في عندي مجموعة من المهارات الخاصة أو مهارات عامة خاصة بالمهنة في مجملها، وعندي مجموعة من المهارات المتخصصة
ودي المهارات الخاصة بالمادة نفسها، يبقى في مهارات خاصة بالمواد ككل أو بصورة عامة كإطار بصفة عامة، وعندي مهارات خاصة بكل أجزاء الأجزاء الفنية داخل كل وحدة. طيب إحنا قلنا إن زمان كان المنهج عبارة عن مجموعة من البرامج الدراسية، هنا عندي برنامج التعليم والتدريب المهني القائم على الجدارات بيتكون من حاجة إحنا بنسميها الوحدات. يبقى مجموعة الوحدات مع بعضها بتشكل حاجة بيسمى المقرر. يبقى مكونات المنهج طبقا لمنظومة برنامج التعليم الفني والتدريب المهني القائم على الجدارات، كل برنامج من البرامج اللي بيتم تدريسها أو بيتم التحاق الطالب بيها لحصول على خريج فني في مجال كذا، واحنا بنتكلم على مجال فني انتاج الحاصلات البستانية، يبقى احنا هنا بنتكلم على اطار برنامج دراسي لطلاب او برنامج اطار تدريسي او برنامج تدريسي او اطار برنامج فني حاصلات البستانية، واحنا بنسميه المستوى اللي بيتم تعليم الولاد فيه المستوى رقم 3 او المستوى الثالث اللي احنا بنسميه مستوى العامل الفني. يبقى هنا في منظومة الجدارات بيتكون البرنامج بتاعي من مجموعة من الوحدات، ومجموعة الوحدات دي كل وحدة 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 بتديني مقرر اللي بيتم فيه تدريس المهارات المختلفة سواء كانت المهارات العامة أو المهارات المتخصصة. يبقى أنا عندي هنا المنهج الدراسي عبارة عن مجموعة وحدات، ومجموعة الوحدات في النهاية بتديني مقرر، يبقى كل مقرر أو مجموعة من الوحدات بيكون له منهج بيتم تعامل معاه بصورة أساسية. طيب يبقى هنا عايزين نشوف مع بعض إيه هي المكونات زي ما احنا شايفين إيه اللي بيتم موجود داخل الوحدة الخاصة بمنظومة الجدارات. في عندي مهارات ومعارف ذات الصلة، بيكون في مجموعة من الواجبات، ومجموعة الواجبات دي بيكون فيها من داخلها مجموعة من الجدارات الأساسية الفنية، وبكل جدارة بيكون بيصنف تحتها حاجة اسمها معايير الأداء، وعندي الطالب عندي بيتعلم مجموعة من المعارف اللي بتمكنه من أداء المهارة بشكل جيد، وبعد كده في النهاية بيكون مطلوب ان الولد بتاعي أو المتعلم اللي عندي بيكون مطلوب من الزميل أو المعلم اللي هيتطور دوره من معلم إلى مدرب إن هو هيقيم هذا المتعلم في ضوء المنظومة الجديدة، وبيتم الاحتفاظ بسجلات التقييم الخاصة بالطالب في حاجة احنا بنسميها لأول مرة في مجال التعليم الفني اسمها ملف الإنجاز الخاص بالطالب. هنا كل متعلم عندي في برنامج منظومة الجدارات هيبقى عنده له ملف اسمه البورتفوليو أو بيسميه ملف الإنجاز، بيكون فيه مجموعة الجدارات اللي تم تدريبه عليها في الوحدات المختلفة في البرنامج الدراسي اللي هو التحق بيه. احنا هنا بنتكلم على مجال التعليم الفني الزراعي، وبنتكلم فيه على إطار متخصص هو إطار برنامج فني الحاصلات البستانية. يبقى الطالب عندي بيدرس مجموعة من الوحدات الدراسية داخل هذا الإطار بتمكنه من الحصول على المعارف الخاصة بمجال الحاصلات البستانية. بعد كده هنبص مع بعض على كلمة وحدة وحدة وحدة، كل الوحدات احنا بنسميها مقررات، والمقررات دي بيتم عرضها في مستويات مختلفة، بيتم عرض المهارات أيضا في أجزاء متعددة أو مهارات في مستوى متصاعد. بعد كده احنا هنطور البرنامج بتاعنا عن طريق حاجة هنتكلم عليها بعد كده اسمها مخرجات التعلم، وعندي حاجة اسمها معايير الأداء، وعندي حاجة اسمها متطلبات الأدلة. يبقى هنا نيجي مصطلحات جديدة وكلام جديد علينا بنشوفه لأول مرة بالنسبة زي ما احنا وضحنا للناس اللي أول مرة هتتعامل مع هذه المنظومة. احنا بنطور برامج جديدة للتعليم الفني والتدريب المهني،
قائمة على منهجية تسمى منهجية الجدارات. هنبدأ نحط داخل هذه الوحدات، بيتم وضع حاجة اسمها مخرجات التعلم اللي هي الجدارات اللي الطالب هيتعلمها، وهنحط لكل مخرج من مخرجات التعلم مجموعة من معايير الأداء اللي هي المحكات اللي هيتم قياس تنفيذ الطالب للمهارة على هذه الأسس. أنا بحدد له معايير معينة هو هيلتزم بيها، أنا هلتزم بيها معاه في التدريب، وهو هيلتزم بيها معايا أثناء عملية التقييم وأثناء مراجعة دراسة هذه الوحدات. والجزء المهم جدا اللي هيكون معايا، عندي حاجة اسمها متطلبات الأدلة، هيبقى مطلوب من كل زميل بيلتحق بهذا البرنامج لأول مرة إنه يساعد المتعلم إزاي بيحتفظ داخل ملف الإنجاز بتاعه بحاجة اسمها متطلبات الأدلة أو أدلة التعلم. أدلة التعلم مستندات أو شواهد بيتم الاحتفاظ بيها داخل ملف الإنجاز، بتكون بتحكم صدق عملية التقييم اللي قام بها الزميل الفاضل في تقييم الطالب في المنظومة الجديدة. الأدلة التعلم دي من جزء منها هنتعرف بيه، ممكن تبقى بطاقات الملاحظة اللي موجودة في ملف التقييم، ممكن تبقى صور للنشاطات اللي الطالب بيقوم بيها، ممكن تبقى ملفات فيديو بيكون بتشهد أو بيتم تصويرها أثناء تنفيذ المهارة للطالب نفسه، هو بيتم تنفيذ المهارة وتصويرها داخل ملف أو باستخدام كاميرات الفيديو عشان نقدر إن احنا نحتفظ بيها كدليل من أدلة التعلم داخل ملف الإنجاز الخاص بالطالب. يبقى داخل الوحدة هيبقى عندي مخرجات تعلم، وهيبقى عندي معايير أداء، وهيبقى عندي حاجة اسمها متطلبات الأدلة. نيجي نشوف يعني إيه كلمة مخرج تعلم. مخرج تعلم يعني حاجة إحنا بنقول للطالب اللي عندي إن الحاجة ديت أنت لازم تكون في نهاية دراستك تكون عرفتها. يبقى مخرج التعلم بيخبر الطالب على الحاجات اللي هو يجب أن يكون قادرا على القيام بيها، ونقول القيام بيها معناه أنه هيتم إيه؟ هيتم تنفيذها. يبقى مخرجات التعلم بتخبر الطالب على ما يجب أن يكون قادرا على أن يقوم به من إيه؟ بنجيب المعلومة منين؟ بنجيبها من الجدارات الموجودة في إطار الوحدة أو داخل البرنامج الدراسي. ومن ضمن المخرجات التعلم انه يكون مخرج قابل للتقييم، يعني انا بحط للطالب اللي عندي مخرج دراسي قابل للتقييم عشان يكون اقدر احكم عليه ويتم اضافته داخل ملف الانجاز الخاص بالطالب. يبقى مخرجات التعلم تخبر الطالب بدقة طبقا للمعايير الموضوعة بما ينبغي أن يكون قادرا على القيام به، هو إيه اللي مطلوب منه أثناء تنفيذ هذه المهارة. طب احنا خدنا مخرجات التعلم منين؟ أخدناها من الجدارات اللي موجودة في وثيقة إطار البرنامج زي ما هنعرضه بعد شوية مع بعض. وبعدين بنأكد على مخرجات التعلم إن هي يجب أن تكون قابلة للتقييم. طيب مخرجات التعلم لما نيجي نحط عليها بعض الأمثلة من ضمن التخصص بتاعنا داخل برنامج فني الحصالات البستانية، بنقول يجب أن يكون الطالب قادرا على أن، إيه الحاجات اللي يكون مثلا في ضمن البرنامج أو ضمن المهارة من المهارات؟ أن يزرع التأوي بالطريقة العفير والطريقة الحراتي، أن يكون الطالب قادرا على أن يزرع في وجود الماء، أن يكون الطالب قادرا على أن يزرع الأجزاء الخضرية. ده مثال لكيفية صياغة مخرج تعلم بصورة جيدة. حضرتك في أثناء سجل التدريس الخاص بالوحدة اللي احنا بنسميه، كان زمان احنا بنسميه دفتر التحضير، هيتم برضو عرضه بصورة شيء من التفصيل ازاي بيتم التعامل معاه
طبقا لهذه المنظومة الجديدة، له شكل مختلف شوية، ومجموعة هنتكلم عليها مع بعض بعد كده إن شاء الله، بالنسبة في حاجات خاصة بالأخوة الزملاء في بعض المستندات الخاصة بمنظومة الجدارات، إيه الحاجات الفنية اللي هتساعد حضرتك في إنجاز مهمتك بعمليات، إزاي نساعد حضرتك في إزاي إعداد أو تساعد الطالب إزاي في إن هو يكون ملف الإنجاز الخاص بيه، وإزاي حضرتك تدير العملية بشكل جيد من كيفية تقييم الطالب في الوحدات الدراسية المختلفة، وكمان إزاي تجهز الدفتر الخاص بحضرتك في عملية التدريس. بعد كده عندي حاجة اسمها معايير الأداء. احنا اتكلمنا على الجزء الأولاني، يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يزرع التقوي. طب ما تيجي نشوف مع بعض إيه هي معايير الأداء اللي هنحكم بيها على جودة الطالب. أول حاجة إن الطالب عشان يزرع التقوي بطريقة العفيرة أو طريقة الحيارة بشكل جيد، أول حاجة هيعملها يختبر نسبة الرطوبة الأرضية وفقا للتعليمات. يبقى أول حاجة عشان الولد يزرع بشكل جيد، حطيت له معيار هنا أهو، إن هو لازم أول حاجة هيعملها هيبص على نسبة الرطوبة داخل الأرض عشان يحدد الزراعة بتاعتي هتبقى زراعة عفير ولا زراعة حراتي. يبقى حطيت له أول معيار من ضمن المعايير إن هو هيتم اختبار نسبة الرطوبة داخل التربة. المعيار الثاني أن يتم أو يزرع التقاوي في جور. إزاي بقى يزرع التقاوي في جور؟ الجزء الثاني أن يزرع التقاوي نسرا وفقا للتعليمات. الجزء الثالث أن يزرع التقاوي في سطور وفقا للتعليمات. الجزء اللي بعد كده أن يزرع التقاوي في سطور. يبقى هنا عشان نقول ايه هي معايير الاداء الخاصة بالجدارة بتاعت زراعة التقاوي، عندي اربع حاجات، واحنا حتى لما بنيجي نسميهم بنسميهم واحد واحد، يعني ده لو قلنا مخرج التعليم التعلم رقم واحد، وعندي المعيار الاولاني واحد واحد، يعني المعيار الاولاني الخاص بالمخرج الاولاني، والمعيار الثاني الخاص بالمخرج الاولاني، والمعيار الثالث الخاص بالمخرج الاولاني، والمعيار الرابع الخاص بالمخرج الاولاني. ودي يمكن ده صوره هيتم تناولها في كل معايير الاداء وحضرتك شغال وحضرتك بتتعامل مع الطالب. احنا في داخل هذه المنظومه تم وضع المقررات بهذه الصوره، وهنشوف نموذج لدليل طالب ونموذج لدليل معلم لاحد الوحدات الخاصه في برنامج فني الحصلات البستانيه. طيب انا هنا عملت مخرجات تعلم وحطينا معايير اداء داخل الوحدات بتلزم المتعلم ان هي دي الحاجات اللي انا هقيمك من خلالها، هي دي الحاجات اللي هحكم على ادائك من خلالها، الخطوات دي هي اللي هيبقى مطلوب منك ان حضرتك تعملها بشكل جيد، وانا كزميل انا كمعلم هقوم معاك بعملية التعليم والتدريب، أنا هلتزم معاك بهذه المعايير، يعني أنا هدربك عليها إزاي تعملها بشكل جيد، وحضرتك أثناء عملية التقييم هيتم حضرتك تقييمك على هذه المعايير. طيب أدلة التعلم اللي هنعملها هتتحط فين؟ زي ما احنا وضحنا إن يتم حفظ أدلة التعلم في منظومة الجدارات في داخل ملف إنجاز الطالب أو احنا بنسميه البورتفوليو. يبقى بيتم حفظ أدلة التعلم في داخل ملف الإنجاز. طيب إيه هي أنواع الأدلة اللي بيتم تقييم الطالب على أساسها؟ عندي في منظومة الجدارات في ثلاث أنواع من أدلة التعلم. أول حاجة بيبقى عندي حاجة اسمها دليل أداء، يعني أنا بيكون عندي معيار بحكم بيه على أداء الطالب. معيار الأداء دوت غالبا هيكون هو عبارة عن بطاقات الملاحظة أو بطاقات فحص المنتج اللي بيتم من خلالها الحكم على جودة أداء الطالب لهذه المهارة طبقا للمعايير الموضوعة سابقا. يبقى أول نوع من ضمن الأدلة التي توضع في ملف إنجاز الطالب حاجة احنا بنسميها أدلة الأداء، والجزء الرئيسي منها بيكون عبارة عن بطاقات الملاحظة اللي بيدون فيها الملاحظات هل المتعلم قام بأداء الجدارة أو أداء المهارة طبقا للمعايير الموضوعة أم لم يؤديها طبقا للمعايير الموضوعة. تاني جزء من ضمن او تاني حاجة من ضمن انواع الادلة حاجة اسمها دليل المنتج. دليل المنتج معناها اننا لو جينا نتكلم في تخصصنا تخصص مجال انتاج الحصلات البستانية
وكان مطلوب من الولد ازاي ان هو يعمل تقاوي او يجزأ تقاوي لنوع معين من النباتات، او يعمل عقله لاكسار نوع معين من انواع النباتات. انا هنا ممكن يكون دليل المنتج اللي عندي ان انا احكم على جودة الطالب او جودة المتعلم او جودة المنتج اللي تم عمله، او الحكم على المهارة بان انا اسقط المعايير بتاعتي بتاعت المهارة على منتج. اذا تم وضع او تنفيذ هذه المعايير بالشكل الجيد، اذا هنا عندي دليل يسمى دليل منتج. بمعنى ايه؟ انا عندي مجموعة من المعايير اللي بتحكم بيها على جودة العمل، العقل الخشبية، ان العقلة دي بتحتوي على عدد من البراعم من 5 إلى 7 براعم، القطع العلوي بيكون اعلى برعم وبيكون قطع مائل بينه وبين البرعم حوالي 1.5 سم، القطع السفلي بيكون قطع افقي موجود اسفل البرعم مباشرة، طول العقلة بيكون مناسب، ممكن يبقى عندي عقل طولها 15 وعقل طولها 20 على حسب طول السلميات. الحجم بتاع العقلة بيكون تقريبا، لو كنا بنتكلم على عقلة خشبية فحجمها بيكون حجم السمك بتاعها سمك القلم الرصاص، وبيكون من خشب ساق او خشب نبات عمر سنة. لو انا احتفظت او تم انجاز المتعلم عندي للعقلة بشكل، وانا مسكتها ولقيت المعايير دي واضحة فيها بالشكل الجيد وحكمت عليها طبقا للمعايير، فاذا هنا دي تسمى دليل منتج. في عندي جزء تاني من ضمن الادلة تسمى ادلة التساؤل، وادلة التساؤل اللي بيتم الاحتفاظ بيها في ملف انجاز الطالب هي دليل التساؤل اذا كان دليل تحريري او دليل تساؤل شفوي. طيب هنا بيتبادر للذهن سؤال مهم جدا، اذا كان عندي دليل التساؤل دليل تحريري، فانا اذا عندي اختبار بيكون ايضا موضوع سلفا في دليل المعلم، والمعيار دوت او الدليل دوت لا يجوز للمعلم التعديل فيه مطلقا، بيكون موضوع في الأسئلة اللي بيتم تقييم الطالب فيها بيكون موجودة سلفا للحكم على المهارة ديت أو معايير أداء المهارة ديت. وهنا أنا بحتفظ بهذا الاختبار بعد أن يقوم الطالب بالإجابة عليه وتقدير درجته اجتياز أو اجتاز أو لم يجتاز، جدير أو غير جدير في هذا الاختبار، لأن هنا احنا مش هنتكلم على درجة، هنا هنتكلم على معيار جدارة زي ما هنوضح بعد شوية. عندي حالتين، يا طالب تم تقديره واجتيازه لكل هذه الأسئلة لأن هي بتكون خاصة بالحكم على جدارة معينة، فهنا بنقول اجتاز، فإذا الطالب عندي بيكون جدير، والطالب عندي إذا أخفق في سؤال أو أكثر فإن إذا الطالب عندي بيكون طالب غير جدير. الجزء اللي بعد كده هو عبارة عن الاختبار الشفوي. هنا هيجي يتبادر للذهن، طب إزاي أنا هساعد الولد ان هو يوثق الاجابه بتاعتي على الاختبار الشفوي وعلى الاسئله الشفهيه؟ بيتم توثيق الاسئله الشفهيه في منظومه الجدارات عن طريق الاحتفاظ بملفات فيديو بتصور الطالب اثناء الاجابه على الاسئله الشفويه اللي بيتم تدريسها. يبقى هنا عندي 3 أنواع من الادله، دليل اداء ودليل المنتج ودليل التساؤل، سواء كان دليل تساؤل شفهي أو دليل تساؤل تحريري. في منظومة الجدارات عشان أقيم جدارة أنا بحط الشخص القابل للتقييم، وهو في نهاية إما أن يكون جدير، ومعنى أن الطالب المتعلم اللي عندي جدير معناه أن هو تم اجتيازه للمهارة في كل خطواتها طبقا للمعايير المحددة سلفا من قبل المجموعة اللي تم وضعها للوحدات، او ان الطالب اللي عندي بيكون طالب غير جدير، وطبقا للائحة الجدارات وزي ما يمكن هنتكلم فيها في مراحل مختلفة بعد كده هنتكلم فيها، ان الطالب بيبقى له اكتر من فرصة، له فرصة بيتدرب مرة وبيختبر مرة، وإذا أصبح الطالب غير جدير بكل فرصة أن بيعاد اختباره مرة تانية على نفس المهارة حتى يستطيع أن يجتازها.
يبقى عشان اقيم الطالب هنا ما عنديش، كان الاول في المعيار بتاعي اللي كنت بحكم بيه على نجاح الطالب في المناهج القديمه كان الاختبار التحريري، وكان الطالب اللي عندي بياخد درجه من كذا، والطالب يكون ناجح اذا حصل على درجه اعلى من 50% من مجمل الدرجات الخاصه بالماده. هنا لا، احنا بنتكلم على تقييم الجداره، بيكون عندي الطالب بتاعي جدير او غير جدير، او بنسميها جدير او لم يعد جديرا بعد. لم يعد جديرا بعد لان هو بيكون عندي له فرصه ان بيخش الاختبار ويعيد تقييم، يعاد تقييم هذا الطالب مره اخرى. يبقى الطالب اللي عندي في منظومه الجدارات، حضرتك كمعلم هتقوم بتدريب الطالب على المهارات العمليه الخاصه بالوحدات الدراسيه الخاصه بيه، وبعد كده بيتم الاعلان عن ميعاد تقييم الخاصه بمخرج تعلم او اكتر. بيتم الاعلان، بيجي الولد عند حضرتك، حضرتك تقيمه في نفس المهاره اللي حضرتك تم تدريسها. وبعض الطلبه، بعض المتعلمين عندي بيكون حصل عندهم مشكله اثناء البرنامج التدريبي فما بيقيمش، او الطالب تخلف عن ميعاد التدريب للتقييم، فالطالب اللي تخلف عن ميعاد التقييم او حضر التقييم ولم يستطيع اجتياز المهارات العملية طبقا للمعايير الموضوعة بيتم اعادة تقييمه مرة تانية. فانا بسمي الطالب بتاعي في اول مرة طالب لم يعد جديرا بعد، وبعد التحاقه بالمرة التانية في التدريب ويتم اجتيازه للمهارات في طبقا للمعايير الموضوعة، انا بقول عليه ان الطالب اللي عندي اصبح طالب جدير في مهارة كذا او المهارة المعينة. يبقى هنا في تقييم الجدارة عندي هنا حالتين، اما ان الطالب يكون جدير او ان الطالب نقول عليه لم يعد جديرا بعد، ودي لها حالتين، اما ان الطالب ما بيحضرش عملية التقييم نظرا لغيابه عن جلسات التقييم خلال المدة الزمنية المحددة له خلال فترة التقييم اللي هي أسبوع من بداية ميعاد التقييم الخاص بمخرج التعلم أو الجدارة اللي هيتم تقييمه عليها، أو بنسميه الطالب بتاعي طالب غير جدير. زي ما احنا وضحنا إن جزء أصيل في مهارات أو تقييم المهارات هي حاجة اسمها بطاقات الملاحظة أو بنسميها التشيك ليست، وبنقول هي أهم الأساليب المستخدمة في قياس أداءات المتعلمين إلى المهارات العملية. وقلنا إن بطاقات الملاحظة بيتم وضع المعايير الخاصة بيها في دليل المعلم، وزي هنشوف ليها نموذج بعد كده. عندي عملية تسمى عملية التقييم، زي ما قلنا ان الطالب اللي عندي عشان يتقيم بيتم جمع الأدلة التعلم اللي احنا قلنا الأدلة بصورها الثلاثة، سواء كان دليل أداء او اللي هي بطاقة الملاحظة او دليل منتج او دليل تساؤل بالاختبار الشفوي والتحريري، بيتم جمع هذه الأدلة اللي بتحكم على جدارة المتعلم او احنا بنسميه هنا بقى المتدرب، والحكم عليها في ضوء المعايير المحددة زي ما احنا هنشوفها بعد شوية. اذا كان الشخص قد حقق المعيار او الهدف فبنقول عليه جدير، واذا لم يستطيع اجتياز المهارة في ضوء المعايير المحددة فاحنا بنسميه طالب لم يعد جديرا بعد. احنا قلنا ان أدلة التعلم بيتم وضعها في ملف الانجاز الخاص بالطالب، ممكن الحاجات دي بيتم احتفاظها في صورة سوفت وير على ملفات خاصة بالطالب بالمدرسة او جهاز كمبيوتر خاص في كنترول المدرسة او كنترول الجدارات، او يكون الاحتفاظ بيها في كارت تسجيل او فلاش ميموري خارجي، او بنقول ملف الطالب او ملف الانجاز اللي موجود عندي في الطالب. يبقى هنا ملف الانجاز بيحتوي على أدلة التعلم اللي بيكون محتفظ بيها سواء كانت بطاقات ملاحظة أو سوفت وير مخزن على أجهزة كمبيوتر أو فلاش ميموري عليه الأدلة التعلم الخاصة بالطالب. لو جينا هنا نبص على برنامج فني الحاصلات البستانية، في عندي البرنامج بتاعي في عندي حاجتين احنا هنتكلم فيهم. في عندي إطار خاص ببرنامج فني الحاصلات البستانية هيتم عرضه على حضراتكم، نشوف ايه شكله وايه هي الحاجات اللي موجودة فيه. في عندي نموذج لوحدة من الوحدات هنعترض فيها على دليل الطالب، وعندي حاجة اسمها دليل المعلم. تيجي نشوف مع بعض كده شكل الإطار الخاص بالطالب بتاعنا او دليل الإطار فني الحاصلات البستانية شكله ازاي وايه الحاجات اللي موجودة فيه.
ادي صوره لاطار برنامج فني الحاصلات البستانيه. الشكل ده بيكون ده اللي موجود فيه مجموعه الوحدات الخاصه بالبرنامج الخاص ببرنامج الحاصلات البستانيه. لو جينا نستعرضه بيكون فيه مقدمه عن البرنامج وموضحه الاهداف بتاعتي والحاجات اللي موجوده فيها. هنخش بشيء من التفصيل، الجزء اللي يهمنا هنا الوصف والسياق المهني. اسم البرنامج هيبقى برنامج فني الحاصلات البستانيه، بيكون اهم جزء اللي هنتكلم عليه حاجه اسمها الانشطه الموضوعه داخل برنامج فني الحاصلات البستانيه. ايه هي اهم الانشطه؟ هنقول ان الاطار في مجموعه من الانشطه اللي من خلالها تم وجود الوحدات او تم عمل الوحدات. او كل الانشطه اللي بيتم دراستها خلال البرنامج في الثلاث سنين، اول وحده او اول نشاط اعداد الارض لزراعه الحاصلات البستانيه، وبعد كده تطبيق طرق الزراعه، بعد كده هيبقى عندي تطبيق الممارسات الزراعية في محاصيل الخضر، هيبقى عندي تطبيق الممارسات الزراعية في محاصيل الفاكهة، هيبقى عندي تطبيق الممارسات الزراعية في محاصيل الزينة، هيبقى عندي تطبيق الممارسات الزراعية في مكافحة الآفات، وهيبقى عندي تنفيذ العمليات النحلية وتنفيذ الأعمال المساحية وإدارة مشروع زراعي صغير وتسويقه وصيانة المنشآت. هنا دي احنا سميناها او مجموعة الانشطة اللي تم على اساسها، او الناس اللي زي ما قلنا وضحنا ان عشان يتم وضع هذا الاطار تم وضع هذا الاطار بالتعاون ما بين خبراء المناهج والناس القائمين او سوق العمل ومجموعة من التربويين او العاملين في حقل التربية والتعليم من اعضاء هيئة التدريس. تم وضع هذا الاطار في صورة هذه الانشطة، وتم صياغة هذه الانشطة بعد كده في حاجة اسمها الواجبات اللي احنا هنسميها بعد كده. هيبقى عندي حاجة اسمها مخرجات التعلم، نشوفها كده مع بعض. هنا عندي اول وحدة بتاعتي او اول وحدة موجودة عندي، الوحدة الاولى اللي موجودة اللي هي اعداد الارض لزراعة الحصلات البستانية، ودي هيبقى عندي فيها جدارات ازاي يضيف الاسمدة وازاي يتابع عملية الحرث وازاي يعقم التربة وازاي يتابع تقسيم. في الاطار دوت حضرتك هتتعرض، الزميل هيبقى معاه نسخة من الاطار دوت، هيعرف فيها ايه هي اهم الوحدات، كل وحدة هيبقى زمن التدريس بتاعها قد ايه، كل وحدة ايه هي مخرجات التعلم اللي موجودة فيها، كل وحدة هيبقى موجود فيها ايه هي اهم معايير الاداء اللي موجودة فيها. يبقى هنا اول حاجة خاصة بدي بالزملاء العاملين في قطاع التعليم الفني اللي هيتعاملوا مع منظومة الجدارات لاول مرة في العام الدراسي القادم ان شاء الله. هيبقى كل زميل هيكون جزء اصيل عنده ان هو يسعى للحصول على اطار البرنامج اللي هو هيكون خاص بيه. طبعا احنا عندنا مجموعة كبيرة من البرامج الخاصة بالجدارات في برامج التعليم الفني في منظومة الجدارات، في بعض منها برامج جدارات متخصصة في بعض المدارس، يعني برامج أصيلة في مدارس معينة، وفي برامج عامة بيتم تدريسها على نطاق واسع في مجموعة كبيرة من البرامج، زي برنامج فني الحاصلات البستانية، برنامج فني محاصيل، برنامج فني استصلاح الأراضي والميكنة، برنامج فني إنتاج الثروة السمكية، برنامج فني الإنتاج الحيواني، برنامج فني التصنيع الغذائي. دي كلها أطر بيسموها الأطر العامة أو البرامج العامة، دي بيتم دراستها أو بيتم تدريسها في نطاق واسع من البرامج. في عندي برامج متخصصة زي برنامج اللي هو برنامج الثروة السمكية أو مشابه. زي ما قلنا إن هيبقى عندي حاجة اسمها دليل المعلم، وعندي حاجة اسمها دليل الطالب. دليل الطالب هيكون بالصورة اللي احنا هنعرضها مع بعض في الجزء المتبقي معانا. دليل الطالب هيبقى موجود في مجموعة المهارات او مجموعة المعارف اللي الولد عنده هيدرسها. الجزء الخاص بدليل المعلم هيبقى خاص بعرض للجدارات اللي هيتم تدريسها خلال الوحدات، وبيكون هنا موجود فيها نموذج من بطاقات الملاحظة اللي هيتم تدريسها.
يعني احنا هنا بالجزء اللي اتكلمنا فيه عرفنا مع بعض منظومة الجدارات وازاي اتعملت وايه الحاجات المطالب الطالب بيها وايه الحاجات الزميل المطالب بيها، وان شاء الله في حلقات مقبلة ان شاء الله هنتكلم بجزء من التفصيل على الحاجات الخاصة ببرنامج فني الحصالات البستانية وكيفية التعامل معها سواء كان بالنسبة للطالب او بالنسبة للمعلم. نرجو ان نكون قد افدناكم في الجزء الخاص بمنظومة الجدارات بصفة عامة وبرنامج فني الحصالات البستانية بصفة خاصة، ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.